لماذا تدهور حال التعليم في العراق؟ ما هو دور الحكومات المتعاقبة على العملية التربوية والتعليمية في البلاد؟ ما هي أسباب خروج العراق من مؤشر جودة التعليم؟ كيف أثرت جائحة كورونا على التعليم في العراق؟ وكيف سينعكس تدهور التعليم في العراق على أجيال الحاضر والمستقبل؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم في حلقة منبر الرافدين لهذا الأسبوع بعنوان التعليم في العراق وأثره على أجيال الحاضر والمستقبل. أهلا بكم في منبر الرافدين. نتابع هذا التقرير حول التعليم في العراق ونعود إليكم. فضيحة أخرى أبت إلا أن تطل برأسها وتلاحق أصحاب المناصب في العراق مع نهاية العام والانتخابات الأخيرة التي تعول عليها الأحزاب. بعد فضيحة الشهادات العلمية المزورة من أوروبا، يفتح باب الشكوك حول صحة الشهادات الصادرة من لبنان والممنوحة إلى طلاب عراقيين. أكثر من 27 ألف شهادة ورسائل وأطروحات للدارسين في الخارج مشكوك بأمرهم، وتحديدا من المسؤولين بعد حصول بعضهم على شهادات عليا من الخارج، أبرزهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وغيرهم. هذه الفضيحة دفعت وزارة التعليم والبحث العلمي في العراق إلى سحب الملحق الثقافي من السفارة العراقية في بيروت وإعادته إلى بغداد وإصدارها قرارا بتعليق دراسة الطلبة العراقيين في 3 جامعات لبنانية، وذلك لعدم التزام هذه الجامعات بمعايير الرصانة العلمية. تقول دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي إن من أهم المخالفات في تلك الجامعات إشراف الأساتذة الجامعيين على أكثر من 5 طلبة بسبب كثرة الطلبة فيها، في وقت يتضح أنه لا يوجد إجراءات واضحة وآليات لإثبات صحة الشهادات الجامعية للدارسين في الخارج، وخاصة الشهادات التي حازها مسؤولون في المناصب العليا في الدولة. فرصة انتشار فيروس كورونا وتساهل الإجراءات فضلا عن بريق تسنم المناصب والفساد الجاري في البلاد، عوامل عدة يقول مراقبون إنها غذت الرغبة لدى المسؤولين والطامحين في الأحزاب بالعراق للترقي في مناصبهم على حساب أصحاب الشهادات الحقيقيين الذين ينتظرون في العراق فرصة ما. هذه الفرصة يبدو أنها لن تأتي مع قوانين اجتهدت الأحزاب في إقرارها في البرلمان لتحصن نفسها أكثر فأكثر، لا سيما قانون أسس تعادل الشهادات الذي أقر عام 2020، حيث يجرد القانون في فقرته الثانية من المادة 12 يجرد وزارة التعليم العالي من اعتماد مبدأ التقييم العلمي في منح الألقاب واعتماد الجهود المتميزة بالعمل كمعيار جديد في التقييم، حيث اعتبرها مراقبون فضفاضة وضبابية. ويقول المراقبون إن الأسس الجديدة تتضارب مع تعريف القانون وتنتهك مبدأ التكافؤ بالفرص لحساب المسؤولين الذين يريدون السيطرة على كل شيء في الدولة، تلك التي يعصف بها الفساد منذ عام 2003.
أهلا بكم من جديد. بعد انتهاء ثورة العشرين وانسحاب الاحتلال البريطاني من العراق اتجهت دولة العراق في القرن الماضي إلى النهضة العلمية من خلال الاهتمام بالتعليم، حيث بدأ التعليم الرسمي في العراق في العام 1921 أي قبل 100 سنة من الآن. في عام 1960 كانت توزع الكتب مجانا على الطلاب في المرحلة الابتدائية، وفي عام 1970 أصبح التعليم مجانيا لكل المراحل وإلزاميا للمرحلة الابتدائية، حيث عرفت فترة السبعينيات والثمانينيات بالمرحلة الذهبية للتعليم في العراق، حتى أصبح النظام التعليمي في العراق من أفضل أنظمة التعليم في منطقة الشرق الأوسط، ووصل معدل الالتحاق به إلى 100%، وانخفضت الأمية فيه إلى أقل من 10%، وانخفض التسرب الدراسي إلى أدنى معدل بمنطقة الشرق الأوسط، وبلغ معدل الإنفاق على التعليم 20% من ميزانية الدولة العراقية، بلغ متوسط الإنفاق الحكومي على الطالب الواحد 620 دولارا، إلا أنه في نهاية الثمانينيات والتسعينيات انخفض الإنفاق على التعليم بسبب الحروب والحصار التي مر بها العراق. بعد العام 2003 تم تسييس النظام التربوي والتعليمي لجهات حزبية متنفذة، وتعرضت الكفاءات العلمية لحملات اغتيال منظمة تقودها أحزاب وميليشيات في السلطة، مما اضطر الكثير منهم للهروب خارج العراق. انتشرت المدارس والجامعات الأهلية واتسمت بالتسيب وضعف الأداء، وبعد اجتياح تنظيم داعش عام 2014 لمناطق في العراق نزح مئات الآلاف من الطلاب داخل وخارج العراق، هدمت مدارس وخرجت أخرى عن الخدمة، أكثر من 2000 مدرسة طينية في العراق، وأكثر من 3000 أخرى بحاجة إلى التأهيل، كما تحتاج محافظات العراق إلى أكثر من 25,000 مدرسة جديدة لاستيعاب أعداد الطلاب المكتظة بهم المدارس القديمة. وصلت نسبة الأمية في العراق بين صفوف الكبار إلى نحو 60% بحسب الأرقام الدولية. وبسبب هذا التدني اعتبرت منظمة اليونسكو للتعليم بأن العراق خارج التقييم العالمي لجودة التعليم. وقد أثار خروج العراق من مؤشر جودة التعليم ردود فعل غاضبة في العراق، ووصف عراقيون التصنيف الجديد لعام 2021 بالانتكاسة الكبيرة للبلاد والخيبة التي تتحمل السلطات الحكومية تبعاتها. ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن خروج العراق من التصنيف العالمي للتعليم يمثل انتكاسة للمنظومة التعليمية وتراجعا في مستوى التعليم، ودعت المفوضية إلى اتخاذ موقف جاد ومسؤول حيال السياسات والخطط والبرامج للمؤسسات التربوية والتعليمية في العراق. وكما أشرنا في بداية الحلقة وطرحنا بعض التساؤلات، لماذا تدهور حال التعليم في العراق، وما هو دور الحكومات المتعاقبة على العملية التربوية والتعليمية، ما هي أسباب خروج العراق من مؤشر جودة التعليم، وكيف أثرت جائحة كورونا على التعليم في العراق، كيف سينعكس تدهور التعليم في العراق على أجيال الحاضر والمستقبل. نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من منبر الرافدين بعنوان التعليم في العراق وأثره على أجيال الحاضر والمستقبل. معنا اتصال أبو سمية من الأنبار. أبو سمية، في البداية أرحب بك، كيف ترى تدهور حال التعليم في العراق وما هي أسباب هذا التدهور؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حقيقة هناك أسباب كثيرة أدت إلى تدهور التعليم في العراق، نعم، والأسباب لا سبيل لحصرها، لكن سنذكر بعض الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور التعليم. والتعليم في تدهور لن يقف إلى حد معين حتى يصل إلى القاع. بالنسبة لتدهور التعليم بالنسبة على مستوى وزارة التربية،
السبب الأول هو أن وزارة التربية لا تستحق أن تقود المسيرة التعليمية في العراق. المدراء والمسؤولون والمشرفون والذين يضعون المناهج في وزارة التربية قد وصلوا عن طريق الأحزاب أو عن طريق المحسوبية أو عن طريق اعتبارات أخرى، فهم لا يقودون مسيرة تعليمية بشكل صحيح. يعني على مستوى المناهج عندما نخاطب المشرفين عن سوء المناهج وأنها لا تناسب مستوى الطالب، يقول لك قد فرض علينا المشرفون والذين وضعوا المناهج. هذا جانب. أخي، من جانب آخر، الفساد ينخر الوزارة والمديريات والأقسام في كافة المحافظة. ترى من لا يستحق أن يكون مشرفا أو أن يكون مديرا لتربية أو أن يكون مديرا لقسم يتولى عليك المنصب ويدير مسيرة تعليمية فيفسدها. وقد يأتي، ما هو دور الحكومات المتعاقبة؟ أنت ذكرت بسلم الإداريين في الوزارة، ولكن دور وزير التربية، تخطيط الحكومات منذ العام 2003 تجاه التعليم حتى أصبح بأن الإنفاق على التعليم لا يتجاوز 6% من ميزانية العراق، دور الحكومات المتعاقبة. أخي عمر، هناك ملاحظة يجب أن ننتبه إليها. الحكومة تريد إفشال التعليم. لماذا؟ وهي لا تصرف النفقات الكافية على التعليم لكي يفشل، وهذا أصبح أمرا ملموسا. هذا أصبح أمرا ملموسا وعرفناه منذ سنين، لأن الحكومة التي تريد أن تصلح قد تتأخر سنة وسنتين، أما أن تمر 18 سنة والتعليم ينحدر فهذا ظاهر أن الدولة تريد إفشال التعليم. أخي، التعليم لا أعلم. ما الهدف من هذا الإفشال؟ ما الهدف من هذا الإفشال؟ إفشال التعليم لأن التعليم في كل بلد هو مصدر للمواهب والكفاءات في كل بلد على مستوى دوائر الدولة. ترى أن الموظفين والكفاءات أغلبهم يخرجون من وزارة التربية ثم من وزارة التعليم العالي. فإذا فشلت هاتان الوزارتان فشل السلام. أخي، الدولة تريد إفشال التعليم. ملاحظة أخرى أخي بخصوص التعليم، الوضع الأمني الساعد والفلتان الأمني أدى إلى عدم احترام هيبة المعلم والمدرس في مدرسته. وأذكر لك مثالا، سجل هذا المثال، مدير مدرسة متوسطة يمسك أحد التلاميذ يغش في أحد المدارس وأمسكه متلبسا. بسبب هذه الحادثة قام هذا التلميذ بالاستعانة بأحد الأمنيين في مدينته في إحدى مدن محافظة الأنبار، استعان بأحد الأمنيين لكي يلفق تهمة الأربعة إرهاب إلى ذلك المدير ويسجن، ولم يخرج هذا المدير من مركز الشرطة إلا بعد دفع $2000. وهذا المدير أعرفه معرفة شخصية. ماذا تقول؟ مع الأسف. يعني المدرس والمعلم أحد الأسباب التي جعلته يفشل في مسيرته التربوية أنه يشعر أنه غير محصن طالبيا. هل أنت مدرس؟ نعم، مدرس اللغة الإنجليزية. ما شاء الله. أبو سمية، كيف سينعكس تدهور التعليم في العراق على أجيال الحاضر وأجيال المستقبل وأنت مدرس في وزارة التربية؟ أخي، الانعكاس نراه يوما بعد يوم. الانعكاس على حياة العراقيين نراه يوما بعد يوم. يصل إلى المنصب يصبح مدرسا أو طبيبا أو محاميا أو محاسبا وهو لا يجيد مهنته، لا يعرف شيئا عن مهنته. وقد سمعنا من مصادر موثوقة أن زيدا وعمرا من الناس وصل إلى مرحلة المدرس وهو لا يجيد كتابة اسمه. بالإضافة إلى ذلك، هذه الانتكاسة في التعليم ستؤدي بمجتمع لا يقرأ ولا يكتب، سوف تكثر الأمية. على عكس النظام السابق الذي حارب الأمية، اليوم النظام الحالي يذهب بالتعليم نحو الأمية، وهذا نلمسه يوما بعد يوم.
شكرا أبو سمية، كان معنا من الأنبار. معنا أبو أحمد من صلاح الدين. أبو أحمد، كيف ترى التعليم في العراق؟ التعليم أول شيء السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. نبدأ كلامنا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة والسلام. طبعا التعليم بالعراق أصبح مستهدف من جهات أقليمية لتدمير العقول العراقية وإرجاع العراق إلى عصور ما قبل العلم، وهو العراق أبو الحضارات، أبو الحضارات وأبو العلم وكل شيء نشأ من العراق. هو أقدم حضارة بالعالم، هو العراق، هو العالم، العالم على كل شيء. فالاستهدف هذا البلد لكفراءاته ولعلمه ولتطوره العلمي منذ استغلاله وانفراده بدولته القوية. وأصبحت ما نحتاج دكاترة، ما نحتاج علماء، ما نحتاج مدرسين. العراق أصبح كفوء بعقوله وبرجاله الذين وصلوا ناس، وصلت ناس تدرس بالدول بسبب العلم اللي كان به، ناس تدرس بالدول بسبب شهاداتها القوية، ناس تدرس بالدول. أي دولة يروح عليها العراقي كان معزز مكرم اللي شهادته عراقية، يعني المفضل أحسن من كل الدول. عام 2003 دور الحكومات المتعاقبة على العملية التربوية والتعليمية في العراق. أملك الله قرض والعلم هذا الحكومات المتعاقبة. غضو قرر العلم أصبح هم ذولا هم اللي استهدفوا العلم والتربية والتعليم بالعراق. هم نفسهم اللي جو، اللي ما يعرفون يعرفون بس يأكلون، ما يعرفون هذا البلد، ما يعرفون الأطفال شو راح تصير، ما فكروا مستقبل هذه الأجيال شو راح تصير. يعني أصبحت هاي الحكومات الجأة اللي جتني ما فكرت بشيء، وقعت العلم للقاع. هسه حين الشهادة العراقية ما تمشي، المدرس يصير مدرس هو كل شيء ما يعرف، محافظ ما عنده شهاده يروح ياخذ خاوره من التربيه من التعليم العالي شهاده هو يحطها بجيبه. كل يعني اصبح فساد علني، التعليم صار فساد علني. يعني انت ترى بان الفساد سبب رئيس بتدهور التعليم في العراق؟ بالضبط، الفساد هو اللي جعل البلد هالشكل. لانه توجهوا على البوق وعلى السرقه، نسوا هذا الشيء الاساسي، وهو اساس البلد هو التعليم. نعم. شكرا لك ابو احمد من صلاح الدين كان معنا. طبعا يشير خبراء في مجال التربيه والتعليم الى ان خروج العراق من التصنيف العالمي لجودة التعليم يعزى لعدة إشكاليات، أولها سوء النظام التعليمي والتخبط في إدارة وزارة التربية منذ سنوات. ويذكر بأن ترتيب الدول في تقرير التنافسية الذي حدده منتدى دافوز يستند إلى احتساب درجات المؤشر عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 معيارا أساسيا تضم المؤسسات والابتكار والبيئة وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي وأيضا التعليم الجامعي والتدريب وكفاءة أسواق السلع وكفاءة سوق العمل وكذلك تطوير سوق المال والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق فضلا عن تطور الأعمال والابتكار. معنا اتصال أبو علي من لندن. أبو علي، ذكرنا في بداية الحلقة ومع التقرير والجرافيك أرقاما مخيفة عن واقع التعليم في العراق. اليوم العراق يواجه أمية كبيرة تصل إلى 60% بين كبار السن، نحو 7 ملايين عراقي لا يقرؤون ولا يكتبون، وكذلك هناك العراق بحاجة إلى مدارس كثيرة تصل إلى أكثر من 25,000 مدرسة. العراق فيه 2,000 مدرسة طينية فقط في المحافظات الجنوبية. برأيك كيف سينعكس هذا التدهور على جيل العراق الحاضر وعلى الأجيال في المستقبل؟
يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. إذا أردت أن تهدم بلدا أو دولة عليك جهال الشعب البلد، الشعب العراقي وفقر الشعب العراقي، ميليشيات وعصابات الخضراء الأفقال من 2003 ولحد هذا اليوم، الحكومات المتعاقبة، أنا أقول الميليشيات والعصابات المتعاقبة من 2003 لحد هذا، هذا الشيء ممنهج ومدبر من أجارة السوء إيران. إيران ما تريد العلم في العراق، تريد الجهل والفقر. زين، بعدين إذا مدارس كلها من طين، مدارس صفر، رحلات ماكو، الصف ب 70-80 طالب، شلون يتعلم هذا الطالب؟ شلون يتعلم؟ يعني مع الأسف والله جايجوني رسائل من العراق صف سادس، صف ثاني متوسط، ما يعرف يكتب جملة ما يعرف، كلها خطأ، كلها خطأ. بعدين هذه برلمانك وهذه الوزراء ثلاث أرباعهم جايبين الشهادة مالتهم كلها مزورة، جايبيها من الجامعة الحرة في هولندا، كلها تزوير بتزوير، كلها تزوير. فأخي بلد من يقودها ميليشيات وعصابات، هذا يكون مصيره جهل. زين، تعليم ماكو، مدارس ماكو، طب ماكو، زراعة ما عدنا، صناعة ما عدنا، كلها صفر، كلها صفر. هم أول ما أجوا هدوا أكثر من 500 مدرسة. نعم. زين، وبنوا مدارس خاصة وبنوا جامعات خاصة، هاي المعممين وغير المعممين في مجال التعليم، يعني معروف بأنه المحاصصة في العراق بعد العام 2003 دخلت في كل وزارات وفي كل مؤسسات الدولة. لو تحدثنا عن وزارة التربية والتعليم، كم وزير تراه أنت كمواطن عراقي هو مختص وتولى هذه الوزارة؟ أخي هو ماكو رقابة، فمن أمن العقاب أساء الأدب. إذا هو المدرس عايف المدرسة أو المدرسة عايف المدرسة وماشي للحسين شهرين، شهرين بلد يحكموا ميليشيات على أساس هم يعترفون بأهل البيت، براء منكم أهل البيت، عندنا 12 إمام 12 معصوم، وكل معصوم ناخذ له مناسبتين بالسنة، هاي 24 مناسبة، ومن عدا أولادهم ومن عدا بناتهم، يعني السنة و12 شهر كله عطل، كله عطل، شلون يتعلم هذا الطفل؟ زين، بعدين أنتوا يا مدرسين يا معلمين يا معلمات شلون تاخذون رواتب وتمشون للحسين؟ الحسين يرضى على هذا الشيء؟ أخي بلد ما طول يقودوا ميليشيات ويقودوا أحزاب عملاء خونة تابعين الإيران، هذا يكون مصيره، هذا يكون مصيره، تعليم وغير التعليم كله صفر. بعدين هم ذولا اسأل المالكي شنو عنده شهادة، شهادة المالكي شنو؟ احنا كنا بسوريا ونعرف المالكي شنو شهادة المالكي، مثلا كرئيس وزراء، ولا حيدر العبادي اللي باخذ الشهادة مالته الجامعة الحرة بلندن، بجامعة الحرة مال لندن. أخي ما طول ماكو رقابة، يوزعون كتب، يوزعون قراءة أو جغرافيا أو رياضيات، كلها مشكوكة، مشككة، شكك. نعم، شكرا أبو علي من لندن. كان معنا طالب من كركوك. طالب، كيف أثرت جائحة كورونا على التعليم المتدهور أصلا في العراق؟ تفضل طالب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. السلام عليك. وعليكم السلام. وتحياتي إلى الأخ أبو علي من لندن المتكلم القدري. نعم نعم. بالنسبة لتأثير جائحة كورونا على التعليم، هو محتاج يتأثر، وأصلا التعليم مريض بالعراق. وبالنسبة لموضوع التعليم بالعراق، هو رداءة التعليم سلسلة من 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 مؤامرات أحزاب العملية السياسية على البلد، فهم ما يريدون إنه مثلاً شعب متعلم واعي، ما يخدمهم الشعب المتعلم والواعي،
الجيل المتعلم الواعي ما يخدمهم اصلا، يردون جيل جاهل يعني يستمرون بالسلطه من خلاله. نعم. ولذلك جاي تلاحظ مثلا كليات، احنا عندنا بكركوك كليات تدرس بها ما تكون انسان فاشل يطلب شهاده، كليه القلم، كليه جامعه الكتاب، هاي تفنيات. نعم. وهكذا يعني حسب الموضوع اللي انت حكيت. كيف ترى دور المدارس والجامعات الاهليه؟ هناك ارقام مفزعه بان هذه الجامعات وهذه المدارس دخلت في صفقات السياسيين، بل فيها من يتبع سياسيون في العراق هم يمتلكون هذه الجامعات الأهلية. شوف اللي أقول لك نقطتين. استهداف التعليم بالعراق يجب إلى نقطتين. النقطة الأولى تدهين الشعب العراقي، تدهينه يكون جاهل، أن يكون جاهل كل شيء يعرفه ويسمع كلامه. النقطة الثانية يصبح التعليم عبارة عن مشروع مدارس أهلية وكليات ومعاهد وأماكن معينة. تابع للأحزاب يمولون نفسهم من خلالها. نعم. زائدا الشركات الأمنية، زائدا المخدرات، زائدا الجمارك، زائدا وراكل. نعم. شكرا لك طالب من كركوك. معنا ريا من أمريكا. ريا، كيف دور التعليم في العراق؟ كيف ترين دور التعليم في العراق؟ تدهور التعليم في العراق. السلام عليكم أستاذ عمر وعلى كل المشاهدين. أهلا وسهلا بك، ويا ربي يبارك بأيام العراق ويجعلها أفضل مما نشوفها هسه. طبعا التعليم هو مستهدف لأنه أكو شيء ممنهج لتدمير مستقبل العراق، لكن بصراحة الجانب المشرق من الموضوع أنه يطلع جيل عكس كل التوقعات. يعني إحنا هسه قد ما نشوف الأمور ظلمة، أنا عندي تفاؤل بهذا الجيل القادم إن شاء الله ويكونون أتحسن الظن. نعم. مثل ما يقولون. نعم. تفضلي. يعني يقولون الجهل نور، الجهل ظلام، والظلام هو يعني هو هذا الهدف من عندهم. يعني يردون ناس تمشي وراهم، بس الوعي اللي نشوفه بالأجيال الجديدة بالرغم من يعني كل الأمور عكسهم، ليطلعون واعين وصدمونا بفكرهم ويعني ما شاء الله عليهم. شقد أنا فرحانة بهاي الأجيال الجديدة. نعم، لكن بالمقابل لو تحدثنا بالأرقام، نحن لا نتحدث عن الشاب الواعي الذي يقرأ ويكتب ويتابع أحداث العراق والثقافة العامة، نتحدث عن أرقام مفزعة. هناك نحو 7 مليون من العراقيين أميين، هناك مدارس لا زالت في العراق مدارس طينية، هناك تسرب من المدارس يصل إلى نحو 25%، الكثير من الأطفال تركوا المدارس ولجأوا إلى العمل من أجل توفير لقمة العيش لعوائلهم. هذه أرقام مفزعة. وزارة التربية تخضع والتعليم تخضع للمحاصصة كما تخضع جميع الوزارات منذ العام 2003 ولغاية الآن. هذا انعكس على واقع التعليم، أخرج العراق حتى التعليم الابتدائي في العراق أخرج من سلم جودة التعليم. يعني الآن الطالب في العراق إن كان يحمل شهادة الابتدائية أو الثانوية أو الجامعية غير معترف به في الخارج. صحيح، تمام. نعم. هذا الكلام والجهل قد ما يعني دي يتوغلون بيردون بعد يكونون الشباب أكثر جهل. ولأنه حتى يفرغون المخدرات ويخليهم مجرد جنود ويلطمون مع الأسف، بس لللطم ولهاي الأشياء. لكن المستقبل بإذنه تعالى برغم كل هاي الظلمات إن شاء الله إحنا نتفائل، وما عندنا غير رب العالمين. يعني ما نقدر نغسل يدنا من العراق.
شكرا جزيلا لك رايا من الولايات المتحدة الأمريكية. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد ومع حلقة جديدة من منبر الرافدين بعنوان التعليم في العراق وأثره على أجيال الحاضر والمستقبل. معنا اتصال من أبو عراق من الفلوجة. قبل أن أخذ اتصالك أبو عراق، يمثل الفساد بالمؤسسة التربوية والمحاصصة في توزيع المناصب واحدة من أكثر المشاكل التي يعاني منها التعليم الحكومي، مما أفرز ظاهرة التعليم الأهلي بشكل قد يهدد مستقبل التعليم الحكومي فيما لو ظل هكذا بدون تطهير، كما قال سعد البدري نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس ذي قار عام 2019. أبو عراق من الفلوجة، كيف ترى التعليم في العراق؟ تفضل. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. ولو اليوم أخرتوني والله تعلم تبار اليوم. نعم، في اتصالات قبلك أبو عراق، تفضل، أهلا بك. أستاذ عمر، نعم، من 78 هاي حادثة عمي صارت، عمي أخو أبوي، عمي كان يراجع دكتور سعد الوتري، صار عنده ورم براسه، فإمكانيتهم زينة وين طلعوا الخارج. نعم. التقارير أخذوها وياهم الخارج. واحد من الدكاترة شاف الكتابة مال بالإنجليزي مال دكتور سعد الوتري أبو الجملة العصبية. قال أنت جايين من هناك من بغداد ومراجعين دكتور اللي كان يدرسنا ببغداد، قايل عليه ارجع بنفس الطيارة على سعد الوتري. فحاكي له المترجم قال يا عمي كنا احنا كنا تخرجنا من بغداد استاذ عمر. انا مرات ازعل عليكم من يقولون اكو حكومه، لا تقولوا الحكومه عمي استاذ عمر، احنا تحت ميليشيات والميليشيات هاي هي رايده هذا الهدف، الجهل والتعليم يفشلونه والصناعه انتهت، هم الغايه مالتهم هي هاي حتى يلهون الشعب العراقي استاذ عمر. زين، شنو اثر هذا انت؟ نعم، شنو اثر على اجيال العراق ان كان في الحاضر والمستقبل؟ انت قلت بان هذا الامر متعمد هو افشال التعليم، شنو انعكاسه على اجيال الحاضر والمستقبل؟ استاذ عمر، اذا بقينا تحت الميليشيات، انا اقول لك العراق صفر، تعليم صفر، جهل. ليش هسه هاي المخدرات استاذ عمر؟ هذا لو اكو وعي هسه شاب عمره
عمره 16 سنه هو يتعاطى. نعم. لو عنده دراسات وعنده شيء وعنده وعي يلجأ لهيج امور. فاستاذ عمر الشعب العراقي غالي. ارجع واقول لك والله انا اقول يا شعب اصحى كافي عاد، ترى هاي الميليشيات راح تنهينا سنه على سنه، يعني 18 سنه استاذ عمر الله يخليك. كنت اذن بعد من هاي الاحزاب هاي. أنا أشكرك أبو عراق من فلوجة كان معنا. طبعا بسبب ارتفاع نسب الفقر في العراق التي تصل في بعض المحافظات العراقية كمحافظة المثنى إلى أكثر من 50% ترتفع ظاهرة عمالة الأطفال والتسرب المدرسي. من خلال متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية في العراق المعنية بإدارة شؤون المدارس الابتدائية والثانوية وتوفير الأجواء الدراسية المناسبة للتلاميذ، يظهر بأن نسبة تسرب التلاميذ ارتفعت إلى معدلات خطيرة، ما يهدد مستقبل الأجيال الجديدة والعملية التعليمية في البلاد. ووصلت نسبة التسرب في عام 2016 بحسب الوزارة إلى 6% في عموم محافظات العراق، يضاف إليها التلاميذ النازحون الذين اضطروا إلى ترك مدنهم بسبب احتلالها من قبل تنظيم داعش والمعارك التي قادها التحالف الدولي للقضاء على التنظيم في ذلك الوقت. معنا اتصال أبو علي من الناصرية. أبو علي تفضل، كيف ترى واقع التعليم في العراق ومن هو المسؤول عن تدهور التعليم في العراق؟ الله يسعدك استاذ، شلونك؟ مشتاقين. احمد الله يديك، شلونك يا والديك؟ الله يسلمك، تفضل. الله يخليك، احمد الله يديك. شوف انا حاكي هاي من زمان، المدارس شوف هذا، يعني احنا عندنا مدارس مبلشة، يعني هم ما يردون العلم، يعني هم العراق يعني اقول لك ما يردون ينهض العراق، يعني شوف يعني هسه اكو المدارس المعهد الفني المخدرات يعني يجيبونها للطلاب، يعني انا اقول لك يعني يدون العراق يعني مثل غباء، يعني لا علم، يعني هسه اكو يمنا يوم من الايام مالت مشي مدرسه لقيت فيها مطايه، يعني مفلشه الله وكيلك، مفلش سياج ما مفلش وزباله ها والرحلات، يعني مو شيء مكسرات. يعني انا مره من شان ابني يعني ما جوا يدرس، قال عمو اكو بسامير انشق ها بطلون شك، هاي واحدة. وثانية المعلم يعني ما يدرس، يعني يسولف، يعني حسوالك قاوة عندنا لو بشي، يعني لو يعني لو عشائر يعني يسولف، جيل قلت لته يعني ليش ما هاي، يقول والله يقول أنا خافا يعني إلى بيهم يكتلوني زين، من الشيئات يكتلوني زين. فهاي شوف هاي يعني هاي مؤامرة، ذاك من كان وزير الصناعة بالتيار الصدري قال انا ارد عمير ها وسوى مدارس او صناعه، قالوا له ماكو لا تسوي ما فرنا له زين، يعني انت ما نخليك عدل بالوزاره. فشوف هاي مؤامره شوف ايرانيه ها وامريكيه، يعني هسه المخدرات هاي وين لقوها؟ انك لقوها وين الطلاب زين ببغداد لقوها، هاي من يدخلها؟ هم المسؤولين يدخلوها زين. هو يحكي لك شو صار المعمم، الله مطلع على محمد ويحكي لك هو، وهو يدخل حبوب بالعمامه، الله وكيلك يدخلون ماكو حبوب. وقبل يعني هذا واحد قال اني من اموت انحشرني ويا ذولا اللي عندهم مخدرات حشرني وياهم الى يوم القامه، يعني همجيه الله وكيلك رعونه غفل لا في لا حليب، يعني يعني احنا من نحكي على ذاك النظام، قالوا انت بعثي عم ذاك شوف من كان النظام، التغذيه موجوده، النظافه موجوده زين، الوصخ ما يخلوه يداوم زين، مراقبه تفتيش ها. الصراحه النظام صار له 19 سنه، هم ايش سووا؟ دمروا. وانا اقول لك هم سووا، شوف انا اقول لك هم سووا، دخلوا المخدرات باقوا يعني نهو السمك هم كتلوه زين، الزراعة هم كتلوها زين، البشر هم كتلوه، الشجر هم كتلوه، الدنيا حرقوها كتلوها، يعني ما خلوا شيء، يعني حتى الحيوان ما سلم.
حتى الحوار ما سلم من نيران الله وكيلك يعني هذا الحوار هذا تمشي كتلوها زين الهاي شايف كتلوها زين الهاي شايف ماكو موت تاكل يعني ما خلوا الزراع كله حرقوا هذا الزراع يعني لا حوار ابو علي لا حوار. نعم من الناصرية كان معنا شكرا لك. معنا أبو شيماء من بغداد. أبو شيماء كيف ترى التعليم في العراق؟ يا ريت تسمعني من الموبايل مباشرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. نصينا التلفزيون أبو شيماء. ألو. أسمعك تفضل. هناك مشكلة في الصوت مع أبو شيماء من بغداد. شكرا لك. طبعا هناك رسالة على الواتساب. والله عندي أربعة يداومون ولد وثلاثة يداومون بثلاثة دوامات ولد ثلاثة يداومون بثلاثة دوامات وبنية مرحلة منتهية بصف السادس علمي وتقول يركضن بينا ركض تقصد من ناحية التدريس. تقول ما أفتهم شيء ومدى ألحق أقرأ مو بس نفتقر للبنية المدرسية الكوادر قامت ما تدرس صحيح. وهذه ظاهرة تسجل في مدارس العراق بأن هناك واجبات ثقيلة تعطى على الطلاب خاصة طلاب المدارس الابتدائية. معنا اتصال أبو رائد من واسط. تفضل أبو رائد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أبو رائد. أبو رائد كيف ترى التعليم في العراق؟ أستاذي أول مرة سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للتعليم التعليم شغل. تسمعني؟ أسمعك واضح نص التلفزيون أنا دا أسمعك واضح. تفضل. بالنسبة للتعليم التعليم صفر. نعم. بسبب شنو؟ بسبب هاي الناس اللي عدت من تالي. اجتنا من تالي. نعم. هي اللي سبب هل كارثة هاي كارثة هاي كارثة. هاي كارثة مال التعليم ما في تعليم تعليم فاهم العراق صار. نعم. زين يعني شنو طفل يجي يشتري مساحة يشتري مقطع يشتري دفتر يشتري قلم يشتري كله على حسابه بعد وين احنا وين راح يودونا دولة وين راح يودونا؟ ما الهدف من هذا الأمر برأيك وكيف سينعكس هذا الهدف تدهور التعليم على الأجيال؟ استاذي هاي مؤامرة على الشعب العراقي هاي مؤامرة حيوكة على الشعب العراقي. الشعب العراقي ما كان هيك كان التعليم بخير التعليم كان بخير. أنا جاي أقول لك أنا عمري 72 سنة. يعطيك الصحة والعافية رحم الله والديك هاي مؤامرة على الشعب العراقي بس احنا ما جاي يعني نوع ما جاي نفهم ما جاي نعرف ما جاي نعم يعني ما اخذنا قوس يقول ما اخذنا التيار ما ادري وين راح يودينا. احزاب هاي جتنا احزاب هاي لعبت بينا جوله. نعم شكرا لك أبو رائد من واسط كان معنا. طبعا في تصريح سابق في عام 2019 قالت عضو لجنة التربية في البرلمان السابقة أجيال الموسوي لصحيفة العربي الجديد بأن نسبة التلاميذ المتسربين من المدارس لعام 2018 بلغت 25% وهي نسبة مخيفة كما قالت. معنا سهى من بغداد. سهى كيف ترينا التعليم في العراق؟ وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الصحة إن شاء الله بخير؟ خير الله يسلمك شكرا جزيلا لك. الله يسلمك الله يخليك. طبعا عاقب يعني على هذا الموضوع أنا قبل فترة يعني اتصلت. نعم. على هذا البرنامج. نعم. بس إحنا لو الإنسان من عنده دائماً عنده مشكلة في الأسرة أو في مكان المدرسة أو في أي مكان نعم. لازم إحنا مو بس نتعلق بالمشكلة لازم إحنا نجد الحلول إلها.
احنا هسه حاليا دندور اطار واحد انه هو اكو كذا مشكله وكذا مشكله، والمشكله ترى مو حاليا، ترى يعني مو من خلال 18 سنه او 16 سنه او 17 سنه، لا يمكن اكو هسه هوايه. يتذكرون احنا بايام الحصار عطش، احنا كنا بالابتدائيه وكنا بالمتوسطه وخلصنا يعني كليات واعداديات وكانت امكانيات عاليه، ليش؟ كان اكو في داخل كل عائله دافع انه هو ابنه او بنته يكمل دراسه. نعم. اللي هسه انفقد داخل هذا الشعب انه ماكو حافز من قبل العائله. العائله ليش هي مدى تواجه وليش مدى تساند؟ يعني احنا هسه مثلا احنا خلينا نقول انه انسان هو من ما يقدر، هسه احنا خلينا نقول التعليم والوزاره وبها يعني عرقلات كلش قويه. نعم. لو احنا اذا نريد يعني لماذا اختفى هذا الدافع؟ انت قلتي بانه هناك كان دافع، اليوم يعني قل هذا الدافع لدى العوائل العراقيه، لماذا؟ مع احتراماتي القبليه والهمجيه طغت عوائل، يعني افضل شيء هسه يعني انا ترين بانه مستقبل المتعلم في العراق قد ضاع بسبب عدم توفر مهجل. العمل مهجل. وعدم توفر الوظيفة، فيلجأ هؤلاء إلى العمل مباشرة في أي مهنة. طبعا أخي العزيز، بالنسبة للعوائل أكثر العوائل هسه حاليا حتى الخريج اللي حصل على ماجستير وحصل على دكتوراه وبكالوريا ولا يجد وظيفة، شنو ما يجد وظيفة. فهسه حاليا العوائل اللي دا يقول انه انا هسه اكمل ابني او بنتي تخلص دراسه شنو مستقبلها؟ زين، هل انه انا دا اجد وظيفه؟ هل انه الضمان موجود؟ لا ما موجود. اضافه مع احتراماتي المعلم مهان، يعني هسه حاليا المعلم اصلا هو قام يخاف من العائله. نعم. هو يخاف من الاهالي. يعني هو متجنب انه يعاقب، احنا مبدا الثواب العقاب موجود. وهذا يعني بسبب غياب القانون. نعم، بسبب غياب القانون وحماية المعلم. نعم. غياب القانون وحماية المعلم وماكو أي أمان إذا طبعا المعلم هسه حاليا متجنب إنه يريد بس إنه يقوم. نعم. بالعملية التربوية وبعدين وخلص وانتهى. شكرا لك سهى من بغداد كانت معنا. قبل الختام نقرأ رسالتين يقول فيها: السلام عليكم بعد التحية، المعممون والميليشيات كما قالهم كورونا التعليم يريدون سحق الأجيال القادمة، لأن العراق بليء بالعلماء الكفوءة واغتالوا منهم الكثير كي لا يستفاد منهم العراق، ولم ينجب أجيال جديدة تنتج علماء بالوراثة كما يقول. رسالة من أحمد الشمري من بابل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: تحية لك أستاذ عمر، أشكركم على هذا البرنامج الأكثر من رائع، ربي وفقكم، أنتم صوت المظلومين. شكرا لك أخي أحمد، هذا واجبنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، والتي تحدثنا فيها عن تدهور التعليم في العراق وانعكاسه على أجيال الحاضر والمستقبل. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.